شارك وفد مصر برئاسة حسن عبد الله محافظ البنك المركزي ومحافظ مصر لدى مجموعة بنك التنمية الأفريقي وعدد من المسؤولين في الدورة 59 من الاجتماعات السنوية للمجموعة التي تعقد في العاصمة الكينية نيروبي خلال الفترة من 27 حتى 31 من شهر مايو الجاري، ذلك تحت شعار تحول أفريقيا مجموعة بنك التنمية الأفريقي وإصلاح الهيكل المالي العالمي، والتي تواكب مرور 60 عاما على تأسيس البنك في عام 1964. وتأتي مشاركة وفد مصر في إطار الحرص على تعزيز أواصر التعاون مع الدول الأفريقية الشقيقة وكذلك العلاقات المشتركة مع شركاء التنمية الرئيسيين، حيث تمثل اجتماعات مجموعة بنك التنمية الأفريقي فرصة جيدة للمشاركين لمناقشة القضايا الاقتصادية الراهنة وتبادل الخبرات واقتراح حلول تمويلية مبتكرة تعزز جهود التنمية بالقارة الأفريقية. شاركت مصر فعاليات الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الأفريقي بالعاصمة الكينية نيروبي، والتي تنعقد تحت عنوان تحول أفريقيا ومجموعة البنك الأفريقي للتنمية وإصلاح الهيكل المالي العالمي. هذا وعقدت وزيرة التعاون الدولي والمحافظ المناوب لمصر لدى بنك التنمية الأفريقي رانيا المشاط لقاءات ثنائية مكثفة ومتنوعة خلال فعاليات الاجتماعات. يأتي ذلك في إطار الدور الذي تقوم به مصر لتنمية وتدعيم علاقات التعاون الاقتصادي مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين وتعزيز رؤية التنمية الوطنية وموائمة علاقات التعاون الإنمائي مع الاستراتيجيات والأولويات التي تعمل الدولة على تنفيذها. في أسواق البترول العالمية ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الأسيوية بفضل التوقعات بمواصلة المنتجين الرئيسيين تخفيضات الإنتاج في اجتماع تحالف أوبك بلس المقرر يوم الأحد، وكذلك التوقعات بزيادة استهلاك الوقود مع انطلاق موسم ذروة الطلب في الصيف. وصعدت العقود الأجلة لخام برنت لشهر يوليو بنسبة تقدر ب 56% ليسجل 84.69 دولار للبرميل، فيما ارتفعت العقود الأجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر يوليو بنسبة تقدر ب 58% ليسجل 80.29 دولار للبرميل. هذا وارتفعت أسعار المازوت عالميا بنسبة تقدر ب 6% لتصل إلى 2.48 دولار للتر. كما تراجعت كذلك أسعار الغاز الطبيعي بنسبة تقدر ب 2.63% لتسجل 2.52 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. تراجعت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج بقيادة المؤشر القطري وسط حالة من عدم اليقين حيال تخفيض مجلس الاحتياطي الاتحادي لأسعار الفائدة بعد تحسن غير متوقع في ثقة المستهلكين. وتراجع المؤشر القطري 1% لأدنى مستوى له منذ نحو 4 سنوات مع تراجع جميع القطاعات تقريبا. ووصل مؤشر أبوظبي القياسي سلسلة من الخسائر للجلسة الثامنة وتراجع بنسبة 0.4% وهو أدنى مستوى له منذ أكثر من عامين. وانخفض مؤشر دبي الرئيسي بنسبة 0.7%، فيما انتعش المؤشر السعودي بعد خسائر لأربع جلسات متتالية ليرتفع بنحو 0.3%. نهاية أخبار الاقتصاد وعودة مرة أخرى إلى نهى وحكمت. شكرا جزيلا لك ميرنا.